السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا جماعة عاملين ايه؟ ان شاء الله النهاردة هنتكلم عن فيديو جديد في قناتكم فورتنايت بالعربي. والفيديو النهاردة هنتكلم عن انك تنزل في واحدة من الاماكن اللي هي الهوت سبوت. الهوت سبوت موجودين على الماب زي ما انتم شايفين، اللي هي الهوت سبوت او الاماكن الساخنة دي، الاماكن اللي بتبقى موجودة باللون الاصفر. هتروح لمكان منهم، وبمجرد ما تعمل لاند في تشالنج تاني برضو هتعمله، بس هو التشالنج ده مش هيجيلك دلوقتي، يعني بمجرد ما تخلص شويه تشالنجات هيجيلك في نفس المكان، ان انت تعمل سيرش لللوت كارير او دستروي اللوت كارير. اللوت كاريرز دول اللي هم الحاجات اللي بيبقى معاهم لوت في السماء. هوريكم دلوقتي هننزل عليهم وهنشوفهم. ثواني، انا بس للاسف ان التحديات لسه بالانجليزي، فمش عارف اسم التحدي بالعربي بالظبط، عشان كده انا بقول الاسامي بالانجلش. اهو دي اللود كاريرز يا جماعه، اللي هي الحاجات الصفراء اللي بتطير دي، هننزل فوق اي واحد منهم ونكسره، وبكده يبقى خلصنا التحدي التاني. يبقى كده تقدر تخلص تحديين